السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوتنا، مرحبا بكم معنا من صفحتكم ومن قناتكم ومن محلكم، محل أثاثيق. على بالي كثرنا لكم ليشم خوتنا، لكن بإذن الله ما لا نهاية. ما راش حابسين خويا عبد الرزاق، كل يوم بجديد، كل يوم دي برودوي جديد خوتنا، يعني كل يوم نجيبو لكم حاجة شابة، كل يوم نجيبو لكم يعني كل يوم نجيبو لكم حاجة ما تشبه الخوتها، يعني كل يوم بجديد بإذن الله خوتنا. هذا المرة عودت ولات لينا غرفة نوم فيستا، غرفة نوم فيستا كما راكم تشوفوا فيها مصنوعة كامل اون بوات، حاجة الله يبارك، حاجة ما شاء الله فيها كات بور كوليسون. خويا عبد الرزاق خدمة بزاف شابة، واش رايك فيها عبد الرزاق؟ الله يبارك الله شون بهذه، راهي متحوفة ما شاء الله خويا سليم، يعني الخدمة تاعها بزاف هايلة خوتنا لا فينيسيون. خويا عبد الرزاق حنا توجور هنا في محل الثقة نحكيو اسم لا فينيسيون، هكذا عند أثاثيقة تدخل وما تلقاش لافينيسيون خويا ما درنا والو، يعني لافينيسيون هي الأساس هنا بمحل أثاثيقة. الغرفة فيها 4 بورت كوليسونت، يعني 4 أبواب منزلقة، شوفوا الراية تاعهم خوتنا، خدمة ما شاء الله، راية كليسونت حاجة ما شاء الله، راية تاع التركة، راية تركية خوتنا، يعني يعرفوا الأثاث يعرفوا الراية، حاجة ما شاء الله. الحاجة اللي تميز هذه الغرفة خوتنا شنو هي؟ هي هذا الموتيف تاع لو بواني تاع لي بورت ميلي كامل اون بوات خوتنا، بهذا الموتيف الدخلاني تاع الحجره، يعني حاجه الله يبارك، حاجه ما شاء الله. هنا راهي بالفلامي خوتنا، وهذا وهذا الموتيف خوتنا، لاحظوا خوتنا هذا الموتيف راهو ينطابق مع هذا الموتيف خوتنا، ويزيد ينطابق مع الموتيف الكبير، يعني خدمه ما شاء الله، خدمه الله يبارك، حاجه طوب دي طوب خوتنا. خويا عبد الرزاق انا الحاجه اللي عجبتني في هذه الغرفه هي البوني، هي البوني هذا تاع ايدن بارك، يعني خدمه الله يبارك، البوني هذا تاع ايدن بارك حاجه ما شاء الله، حاجه الله يبارك، يعني خوتنا لم يصنعوا في هذا التحف ناس عباقره، نشكر اخونا نصر الدين اللي صنع لنا هذه الغرفه، يعني غرفه بزاف شابه. قلت لكم خوتنا هذوما شباب جزائريين، يعني السن تاعهم ما يتعداش ربما 30 سنه، يخدموا لنا في غرف ما شاء الله. واش رايك خويا عبد الرزاق؟ غرفه ما شاء الله، صدقني ما من داخل كي شفتها كي جابوها، تقسيم وهندسه بزاف شابين خويا سليم. خويا عبد الرزاق شوف الموضوع تاعها شحال راه يضرب بالفلامي، خدمه ما شاء الله كامل اون بوات، مام لو تاعها من فوقه خدمه تاعو بزاف شابه خوتنا كيما راكم تشوفوا، يعني كلش متناسب. هنا في ليبورت ميلي راهم بال 45 خوتنا، مام هنا شوفوا التقسيم هنا شحال شباب، حاجه الله يبارك. كذلك حاجه مهمه نلاحظوها في الغرفه خوتنا، يعني لي ميروار راهم يعني راهم بالنوار، حاجه ما شاء الله، حاجه الله يبارك خوتنا، حاجه ما شاء الله. الان بعد ما شفنا المحتوى الخارجي خوتنا ندخل الان للهيكل الداخلي تاع الغرفه تاعنا. على الجهه اليمنى تاع المتابعين عندكم كاتي طاجر خوتنا، صح كبار واسعين خوتنا، هنايا راهم بلا ليمينيوم كيما راكم تشوفوا خوتنا، هذو يتنحاو بيان سير، هنا راهم بلا ليمينيوم ولا فينيسيون خوتنا من الفوق ومن التحت، لا فينيسيون من الفوق ومن التحت خوتنا، خدمه ما شاء الله. قرب لهم شوفوا يا عبدو، ماما هنا راهي بالبوات، راه هنا في لاريال كذلك راهي اون بوات، الحاجه الله يبارك خوتنا. قلت لكم عندها 4 ايطاجير بلس لو با 5 ايطاجير، يعني 5 دفات، حاجه ما شاء الله. الجهه اليسرى تاع المتابعين كيما الجهه اليمنى، يعني نفس التقسيم خوتنا، عندكم 4 ايطاجير بلس لو با 5 ايطاجير، يعني 5 دفات كبار واسعين وعرض خوتنا، يرفدوا لكم خير وبركه، يعني يرفدوا عدد كبير وكبير جدا من اللوازم. بعد ما شفنا الجهه اليمنى والجهه اليسرى، الان ننتقلوا للابواب الوسطى خوتي. هاي شو الباب تاعك فاش تفتح؟ يعني بصبع واحد تقدر تفتحها خويا عبدو، شوف يعني كل السهل وكما يقولوا كل السهل ومرن، خدمه ما شاء الله خوتنا. عندكم سيباراسيون هنا هي فيها 3 سيباراسيون، 1 2 3، هاد سيباراسيون اللي يقسم لي دو سيباراسيون هذوما خوتنا. عندكم ايطاجير على الجهه اليمنى، ايطاجير على الجهه اليسرى، على الجهه اليسرى، على الجهه اليسرى خوتنا عندكم اسباس طوال اثنين، وعندكم ايطاجير واحد اخر، وعندكم 3 تيروار، عندكم 3 تيروار خوتنا برايه تيليسكوبي. اما الجهه اليمنى الوسطى عندكم اسباس بوغلا ترين خوتنا، العرض ستوندار يعني 60 اللي تقدر تلبد لك لي كوستيم تاعك ولي روب تاع النساء خوتنا. هذا فيما يخص لا غاردروب تاع الغرفه. الان ننتقلوا لشيء مهم في الغرفه تاعنا واللي هو لولي خوتنا. اول الحاجه اللي لازم نعرفوها في لولي تاعنا راه مصنوع ستوندار، كي نقول لكم ستوندار خوتنا اشاك فور انا نقول لكم نعاود لكم ستوندار، معناتها لي ميجي تاعو ام 90 على ام 60، مصنوع كامل اون بوات. هنا راهو بالسيرفيس كاي
خدمة ما شاء الله خاوتنا. عندكم هذا الموتيف اللي تبع الموتيف تاع لا غاردروب، وعندكم هذا يعني هذا البوات هنايا مونكادريمون كامل اون بوات، وهذا الشكل اللي تبع لو تاع لا شومبر تاعنا. نروحوا الان لبتي دوس، لبتي دوس عفوا خاوتنا، راه مصنوع كامل اون بوات توجور مع هذا الموتيف. عبدو توجور مع هذا الموتيف اللي تبعنا، وين نكون تبعنا سوا في لا غاردروب سوا في لو غرون دوسي لبتي دوسي، كذلك تبعنا عندك خويا عبدو في لي طاب دونو، يعني كلش متناسق. عندكم قاعده زجاجيه في النوار امسوا مع كامل امبوات، عندكم دي تيروار خاوتنا برايه تيليسكوبيك اوفرتير فاصيل، خدمه ما شاء الله. وتوجد كما قلنا ونعاودوا مع هذا لو موتيف خدمه الله يبارك. مام خويا عبدو اسمح لي لا طاب دونو راهي مرفوده على الله، يعني ما تخافوش عليها خاوتي كما هي كما لا شومبر تاعك خويا عبدو. الان ننتقلوا لجزء مهم وجزء لا يتجزا من الغرفه تاعنا، واللي هي لاكوافيس، يعني هنا بلاصه تاع المراه. هكذا خويا عبدو هذه البلاصه لازم تكون شابه باش تعجب المراه تاعنا، لانه راح تريح فيها خاوتنا. لاكوافيس بزاف هايله حاجه ما شاء الله. نبداو من الفوق، مصنوعه كامل اون بوات، حاجه ما شاء الله مقدره مستلمات كامل اون بوات خاوتنا. قاعده زجاجيه فنوار، حاجه ما شاء الله فيها تيروار درايه تيليسكوبيكا اوفرتير فاصيل خاوتنا. شوفوا العمق الداخل، شوفوا السمك الداخل، خدمه تاعها بزاف شابه خاوتنا. وتوجور مع هذا الموتيف يتبع كما قلنا الموتيف وين ما نكون، الخدمه ما شاء الله مام لاكوافيس راهي مرفوده على الله، حاجه ما شاء الله خاوتنا. بعد ما شفنا كامل المحتوى تاع الغرفه ننتقل الان للسعر تاع الغرفه تاعنا خاوتنا. قبل ما نتكلموا على السعر حبيت نذكركم خاوتنا باللي بقات لنا ربما حوالي شحال خويا عبدو؟ 250 بقات لنا ربما حوالي 250 متابع على قناتنا على اليوتيوب، ونقفلوا 200 الف متابع على القناه تاعنا وندير لكم السحب. ربما فيها شك انه غدوه راح يكون السحب، اذا وصلنا 200 الف اليوم في الليل ولا غدوه مع الصباح، يعني غدا باذن الله راح ندير لكم السحب تاع الهدايا. هكذا خاوتنا نحبكم ماكس دو بارتاج، بارتاجيو خوتنا حتى نوصلوا 200 الف متابع في اقرب وقت ممكن. نعاود نولوا للغرفه تاعنا اللي سميناها فيستا. الغرفه تاعنا فيستا دير 22 مليون و800 بالنقل والتركيب مجانا عبر كامل التراب الوطني. واش راك تستنى خويا العزيز؟ 22 مليون و800 زائد النقل والتركيب مجانا، تدي اون شومبرا كوشي بزاف شابه مصنوعه كامل اون بوات. اللي حاب يحجز اللي حاب يسبسب ممكن الارقام هنا في الاطار الاحمر راهم يتمشاو خاوتنا، اتصلوا بينا ورانا هنا في خدمتكم 24 ساعه على 24 ساعه خويا عبدو. بارك الله فيك خاوتنا، تهلاو في روحكم، سلام.